كده اليوم ضرب الهريس. هذا ابوي ضرب الهريس اليوم. اللحم جديد، اللحم جديد، قاعد تقاول اللحم جديد. هاي اللحمة الأولى الجديدة. عشو عشو شباب. تضرب ما تضرب. عاد الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد سلام الفاقة مساء كان سلام أصلا ما قلت سلام عليكم أنا مساء سيد عبرات شاشق وضرب الهريس المراد. أنا أموري طيبة. لا قبل هذا كله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، وكيف حالكم وكيف أنتوا؟ أنا بخير وسهال ولا أشكو من بأس ولله الحمد، أموري طيبة ومن حسن إلى أحسن. وعلى ما قال المتوسط ماكلات وشاربات ومن حات الموت مات، ولا علينا قصيرة الحمد لله رب العالمين. الجو بعده لا شيء زود حر حر هي، لكن مش حر اللي هو ما ينطاق ولا حر النقاز، لا حر حر يعني حرور العادي. اليوم مالي بارض على المشي. تعرفون ليش مالي بارض على المشي؟ رقادي كان مش مرتب، النوم ما كان مرتب أبدا، ما كان مرتب النوم. النوم مترقت، رقدت الساعة 10 الصبح اليوم، 10 الصبح كان حد يرومي واصل لي 10 الصبح، ترى سرت المزرعة ونتنقين العيل وآزنوا ودوه المصلخ وقصبوه ويا شغلة طويلة عريضة، فكان الشيء يعني وايد متعب وأنا ما أتشل على حد يعني لازم، لكن يلست روحي يعني، فلذلك ما خطف الوقت بطيء كان ومتعب. ويت يعني رقدت الضحل عالي ونشيت والله قريب العصر، حتى صليت العصر والله مخر. ليش بسوي؟ من قلت لا حيل، ما بغى شيء ابوي ودك شيء. هيا هي انك ضيفتي زقره زقره. ما يقول شيء ما يقول شيء. لا انت ما يسوى له. اقول لك شو الجو في المغرب؟ حل الجو. استانست؟ شيء مطر؟ لا لقي في الرباط. في الرباط؟ انت بلادكم الشيء؟ شو هي بلادكم انتو؟ تمار. تمار بعيد من الرباط؟ هذا عبد الله بالخير ولا شو؟ هناك شوف. الله يوفقك ان شاء الله. يلا سلم حبيبي. توني مهر مهر زقر. توني يا توني. خلي ولي خلي 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 ولي توني. تعال ياي. شيء مطر عندكم هناك في المغرب؟ شيء امطار مطر؟ اوكي ابوي سلم حبيبي مع السلامه. بتي الجيم اليوم؟ زين. ها طوي في العين. طوي في العين. ها بسم الله الرحمن الرحيم. شو بلاك؟ لا تتحيس والظهر شيء مخباك وترد الدخله. منو طالع هناك؟ يعني ما بتي عدالي؟ بعدين؟ بس برا ابوي يقول بعدين صلاح بي عدالي. ما ادري شو جايين علي من كم من يوم ناقم مني ما تعرفون شو بلا. انيا ييتب ويجلس دقيقتين يقول بسير.
صلاح قر. السلام عليكم. يعني هاو ار يو مستر صلاح؟ تمام طيب. بس بقول سيختني يوم الاثنين، يوم تاريخ 2 موعدك بالليل الصبح؟ في الليل ولا الصبح موعد دكتور؟ إيه؟ دكتور يوعدوني في الليل. إيه؟ وعدونه الصبح حبيبي. لا لا معاه شو يعني؟ أنا أسمع لكن ما أعرفه. لا عين هالرمس الرمس. شو؟ صباح. كلام إنجليزي أنت؟ ما تابع إنجليزي ما كلام. هي عايش شو هالكلام أنا؟ لا بس هذا ما بروح بس. لا تاريخ 2 حبيبي. سووا لدروس جهزات إحنا التركيب صيدة. هذا كله. هي كلهن بعد شو نصنا؟ صلح السؤال؟ لا تبي تغدى الصبح؟ تبي تتغدى؟ لا في الفلاح. بتغدى في الفلاح؟ إيه؟ لا هذاك اليوم بالذات لا تتغدى. لازم تصوم. صوم ما تاكل وايد. زين؟ اعطني مدخل. اصبر عادي. صلح. بتنعش انت في قزار، في قزار انت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اولا الله يحفظكم، انا متلبس توني حذفت اللي قبل شوية، هاي السنابات اللي بلية صوت، متلبس وساير الجيم. موعدي الساعة 11 مع الشركة اللي بتي تسوي البرزنتيشن مال العرس. العرس خالد بن احمد بن عبد الله الخالدي ان شاء الله، اللي بيكون تاريخ 27 في صاله الخبيصي في العين. ثارهم ابوي شركه جايه مسوي برزنتيشن بكبره، ويايبين عينات الاكل، ويايبين عينات الكراسي والصحون وما ادري شو، ما خلوا شيء في الدنيا. العود تريلات جايه قدام الباب. يا هي سالفة طويلة عريضة. أنا تحرب عيون 11، قال أبو حين نبتدي الترتيب لين 11 11 ونص ما بنخلص. كل فكري، كل اللي حاطنا في بالي أن بيون 11 11 وربع كنيت من النادي، وبيبوا لي شيء عينات بالكمبيوتر أشوفه. ترى هالشركة هذه من كثر ما هي حريصة على أنها تقدم الأفضل، وكاشوفي ما في شيء تشوفه وخلاف تلقط غيره، لا جايبين كل شيء. شوف العين في كل شيء، السيت اب كامل مال صحونهم مال لبس كراسيهم مال كل شيء، ولك الخيار تختار كل شيء لسعره، كل شيء لطريقته. هو مفروض نحن نسير لهم. يوم قلنا لهم نحن ابوي ما فينا ني لين العين، واشهد انهم تشلشلوا هم وقشراتهم وعمالهم واغراضهم وكل شيء، وجايين لي للبيت بعيناتهم. السلام يا ابو محمد. العيد مرفوع بكرينا الحينه وصفوه، والله يبارك لك فيه يا ربي على مداخيل العافيه. نتريى ان شاء الله الدكتور وبنسوي لك معاهم قابله وبنشوف جوده اللحم شو هي. ما شاء الله لو تشوفه محمد ابيض كامل من فوق لتحت ولحمه وردي. السلام عليك يا حبيبنا يا مدير المسلخ. كم كيلو طلع العجل؟ 214 كيلو. 214 هذا بعد ما ذبحته؟ نعم. وطلعت الكرش؟ نعم. وصفيت؟ نعم. والراس؟ نعم. وكل حاجه؟ نعم. صفى عندك لحم وعظم بس 214. جزاك الله خير. تقدر تشوف لي 214 كيلو هذا العيل اللي تشوفونه، 214 كيلو صافي، كان 300 وما يندرى بكم، نسيت عاد يوم هو حي. وحين 214 كيلو، شو انت الكبد روحه؟ هذا ترى عيل، هذا عيل، هذا مبثور.
هذا مبثور. فرق بين الثور، الثور يعقلك حتى طن لحم، هذا عيل. وفرق بين العيل والثور فرق السمع اللي. هذا فرق العيل. لحم لحمة العيل ها شوف شو تغدي بيضة. شوف لحمة العيل تغدي بيضة، هاي لحمته. سبحانك يا رب، اللهم لك الحمد. جزاه الله خير هالريال اللي باعنا من طيب خاطر، سعره شوي مش رخيص لكن أحسن عن السوق وأجود وأخير. واليوم الهريسة روحها اليوم غير نمونة، تنشبها واجف. اليوم الهريسة ستنا زد عن كل يوم، اليوم الهريسة زد عن كل يوم رقم واحد. مشكور أبوي، الله يطرح لك في رزقك وحلالك. رقم واحد أبوي، عيل بياض ويه وافي. هاي يوم يطرون العيل الوافي، هذا العيل الوافي. هريس شو أخبار؟ زين الحين اسمك هريس داخل بلاد؟ Your name in country ها؟ India. India. Name؟ لا your name. مستر هريس؟ مستر هريس. والله مشكلة هذا. وإحنا كل يوم هذا جدر شي يسوي نعم هريس؟ كل يوم ناكل كنت عيال. هذه العادة، هذا خلاف أبوي. إن شاء الله عقب رمضان بنتفيق لهن هالكريعينات. هذا الكريعينات شوفونهن نسوي جدر عود كم مكبرة ونفاطس فيه أنا والعمال اللي هل ما يطيعون يأكلون. يقولون أبوي الحين ما نبغى هذا نطيح بأنا والعمال. يا سبقي أتذكر من وين جاياتني هالبيالات الغاويات وهالطقم الفنان وهالدليلات اللي ماشي شراتب وهالفنيلات. وهذا كله أبوي حين أظهرناه تظهر الشيء اليمل، يوم بيجيك حد يمل وحد محترم وحد فنان مثل هالرجال الفنان محمد الشامسي. سلام عليك. عليك السلام. كيف حالك وتسير؟ والله الحمد لله. كيف انت؟ الله يحفظك. يلا الله يبارك فيك. تو ما نور البيت. يلا الله يبارك فيك يحفظك. محمد الشامسي رجل اعمال معروف، ليش انت جاي عندي؟ جاي عندك عشان ان شاء الله نضبط عرس ولدك ان شاء الله ونبيض وجهك ان شاء الله. اسم شركتكم شيء؟ مركز عزام للضيافه. ما شاء الله. وعندنا بعد مطبخ عزام الشعبي. ان شاء الله كل هالامور بتغلي طيبه حينه. الحين منو بيشرح لي خالي وبيوضح لي؟ انتوا جايبين كامل معداتكم؟ نحن طلع عمرك جايبين الحين. شو هذا اللي خالي في الحوي عباره عن شو؟ برزنتيشن. عباره عن برزنتيشن. نحن اي حد يطلب من عندنا الله يسلمك عنده عرس، نعم عنده بوفيه، عنده اي شيء بيسويه من عند استقبال نعم لمركز عزام للضيافه، يسوي من عند مركز عزام للضيافه، لازم نقدم له برزنتيشن عشان تشوفونه وتوافقون عليه ان شاء الله. الحين هم ذاهبين، كل شيء ذاهب خالي. البرزنتيشن الحين جاهز ان شاء الله. بنصير في المكان اللي هو يختاره. نعم. وانت اليوم كان اختيارك اليوم في البيت، ونحن اليوم نقدم لك برزنتيشن. صور صح طبعا، ونصور اللي وقع عليه الاختيار وتشوفون وتختارون ان شاء الله اللي وقع عليه الاختيار ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. تسلم. الله يسلمك. ابو علي كيف حالك؟ ما شاء الله ما شاء الله. هذا طاقمكم. نعم. زين احنا نبتدي بالكيترينج هذا. يلا تفضل. الحين هاي ثلاث عينات صح ولا انا غلطان؟ لا مو غلطان. ثلاث صحيح. هاي عباره اول وحده عباره عن شو؟ تفضل شيف. ها شفت هي فضل. عباره عن طاولات اكيد طبعا عم بيختلفوا يعني بالاخص للسيت اب. هون اول شيء عندنا دجاج بالبطاطا اللي هو عباره عن تتبيله عربيه الاصل. نعم. وبالنسبه للمقبلات عندنا صحون الورده، يعني هي صحون الورده بالسيلفر. في عندك تبولة طال عمرك، عندك متبل، عندك متبل الشمندر، عندك اكيد طبعا حمص. نعم. وهون عندك مشاوي اللي هي ايرانيه. الكباب والشيش طبعا اكيد. هو بعد تيجي في البسطيله اللي هي اصول مغربيه. ايوه معروفه تبعتها الدجاج معروفه. عندك الصحن الرباعي اللي هو الصحن
اللي بنسموه الصحن الرباعي يعني ديفايدر فور يكون فيه بس اربع انواع مقبلات. ايوه وكمان عندك هون صحن الحلويات. وين الحلويات اللي هني؟ هو الحلويات وهذا هذا سلطه بعد من غير هي سلطه بعد بس بصحن ثاني غير يعني يعني صحن الورده بس سيلفر. هون عندك جولد وهون سيلفر واكيد بيختلف اللي فيه جو. هون عندك بطاطا عندك متبل عندك سويت كور متبل على الطريقه المكسيكيه اكيد. هون بتيجي على البيستري على الحلويات. الحلويات كلياتها كونتيننتال يعني كلها فرنسيه. عندك مثلا هون تشيز كيك ميد اوف تشيز وعندك ريد فيلفيت كريم برولي براونيز كمان. هون سالمون سبانيش ستايل يعني على الصوص الاسبانيه. هون انترناشونال مع الارابيك بريد. ايوه عندك الفرنش باجيت عندك التويل اللي هي بتتبيله السمك باودر عندك البراون بريد. هون الديفايدر 3 هون النوع الثالث على على حساب الزبون شو بده يختار هو. نعم. هذا خيار موجود نعم. سموه الصحن الثلاثي. نعم بس اكيد السيت اب تبعه لازم بيكون اثنين مثلا. هون عندك طالب مثلا ست انواع مقبلات. نعم اوكي مثل عندك الفتوش والسيزر والتبوله والمتبل. نعم وهون صحن المكسرات كمان هي طبعا. الارابيك ميكس جريل اللي هو المشاوي العربيه. الشيش طبعا الريش مع بواز مع خلطه خضار. نعم اكيد نروح للطاوله الثانيه. وهذا شو حينه هاي تنور تنور هذا محلي. ايوه مع نص مجبوس ونص برياني اكيد في عندنا اثنين انواع مع شويه مكسرات مع خبز القاق. التنور طال عمرك عم التنور وين تخدمونه؟ التنور اكيد يعني بيكون تنانير. ايه عندنا بالمطبخ بيكون يعني مده 12 ساعه. ايوه تحت الارض. زين هذا لازم اطعم انا من حينه. تفضل يا سيدي. ممكن Can I have a plate? هذا طبعا لحمه محليه فريش اكيد لانه التنور معروف اذا ما كانت لحمه فريش محليه ما عم يمشي. اما عاد التنور فهذا يعني التنور اللي ما عقبه تنور. تنور تنور العين الاولي اللي ريحته تضرب في خمره الراس. ابو يخلي يغطونه ولا حد يصكه هذا ولا حد يجي يقربه. يا سلام سلم. يلا يلا ثانك الحين هذا الطاوله هذه. اي نعم هاي خدمه وحده صح. اي نعم هذا يعني هذا الطقم الذهبي. أه. تختار انت الالوان اللي تبغاها وهاي كلها الطاوله اللي هي باللون الذهبي شفتها قدامك اللي تضم كم شخص طاولة. واحد اثنين ثلاثه هاي 10 اشخاص. 10 اشخاص هاي طاوله وحده. اي نعم قول شيء. نعم زين سدك الريون هنا ايش قال هالطاولات هاي جوتشي على مونت بلان بعد. اي نعم يا سلام سلم. زين هذه الحين الطاوله هذه هاي هذه غير عن ال هذه الله يسلمك مخصصه بس حق البوفيات. اه للي يبغي في عرسي يسوي بوفي اللي لا في عرسه او في استقباله او أو, في او مثلا واحد عنده بيت في البيت بوفي يعني بيسوي ملكه. نعم هذه حق مو بلازم يلتزم بالكراسي هاي. في عندنا كراسي ثانيه يختار الكراسي يختار الديزاين يختار اللون اللي يباه يعني هاي متاح للي متاح. عندهم حفله باستقبال بوفيه ملكه عزيمه. وهذا هاي الخدمه مالتهم ولا لا؟ هذا بوفيه الحلويات. هذا بوفيه الحلويات يعني هذا على الطلب من نفس الطاوله هذه ولا لا غير هذا. آه. هذا ممكن يختاره في اي وقت معاه بدونه ممكن مثلا ما يبغى الخدمه على الطاوله. نعم. يباها خدمه على 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 برع وميهم يشلون ويحطون. نعم. صحن. نعم هذا غير هاي حلويات ممكن في وهذا كله شغلكم انتم؟ كله هذا عندنا نحن مطبخ يسوونه مطبخ عزام الشعبي. هذا مطبخ عزام الشعبي يسوي هالدنيا هذه كلها؟ اي نعم. وفي عندنا كيترينج مو بس حلويات واكل. وهاي شو؟ هاي ام علي. هذه ام علي؟ اي نعم. يا حافظ عليك يا ام علي. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا ابوك ها ودك الا ما ودك تصك شيء من هذا من كثر ما هو فنان. ها
هذا طلع عمرك جزء بسيط بس، نحن ما سوينا الا جزء بسيط، في عندنا اشياء واكثر من كذي بعد. ما شاء الله ما شاء إيه. الله ما... وهذا كله عندكم انتم في إيه. كله هذا نحن عندنا، لان في عندنا اقسام في المطبخ، في عندنا قسم ساخن، عندنا قسم بارد، عندنا قسم للحلويات، قسم للمقبلات، قسم لكل مكان، قسم للشعبي. لازم طاوله مستطيله؟ لا ها مو بشرط. والبوفيه لازم 10 اشخاص ولا شيء على اكثر؟ انت تختار الاشخاص اللي تبى، تبى 10 اشخاص، تبى 8 اشخاص، تبى طاولات، في عندنا طاولات، في كراسي اكبر من الكراسي هاي تاخذ مثلا 6 اشخاص. هاي انارتها تحت روحك دقيقه قبل تغير هيك بروحها، تتغير الاناره كل شوي، تتغير اناره تباها أيوة. باناره ولا تباها بدون اناره على حسب الطلب، على حسب الطلب. ممكن نسوي اناره فوق ايوه إيه، مو لا ما تكون تحت، انت تختار الطلبات اللي تبغاها. هذا روحه حينه اي نعم، هذا بروحه يتغير بروحه. لا للي بيطلب اللي اقصده، اللي بيطلب روحه، اللي بيطلب مثلا انا اريد اليوم عندي انا حفله في البيت اي نعم، اريد اللي هو هذا مال البوفيه، البوفيه اي مثلا تبغى الحين مثلا هذا عندك مال المقبلات السداسي اللي نعم. هو صحن الورده الرباعي نعم مال البوفيه عندك وهذا شي يكون اكله يعني. الاكل على حسب الطلب من المنيو، على حسب المنيو اللي يباه وعلى حسب الطلب نعم نعم شو يريد هو في المنيو. وهذاك اللي تونا صورنا هذاك كان بوفيه الحلويات، هذا على حسب الطلب هي، حتى ممكن بدال ما احط لك الحمص والشغلات هاي هني ممكن احط لك اياها في الشوتر جلاس اللي موجود هناك ايوه، يعني كل واحد يشل وبالخبز الحين المعروض انا عندي وطاوله وحده هناك هنتين هي. ثلاث اربع هذه نفس الطاوله هذه نفس الاوليه اللي هي جوتشي بس الله يسلمك هذه اللون باللون هاي هذه ذهبي وهذه فضي ايوه يعني السيرفز مالها اي نعم. وفي عندنا بعد نوع ثالث نحن ما جبناه اللي هو فضي مع ذهبي مخلوط مخلوط، وفي بعد صحون فضي مع ذهبي ممكن تختار ثلاث اربع الوان مع بعض يعني يندمج تدمج مثلا تحط مثلا صحن وردي صحن الصحن السيلفر مع بذهبي صحن ابيض صحن اللي تبغى الصحون موجوده عندنا. كم عمرها شركتكم يا ابو علي؟ والله من سنه 2012 لين اليوم. هل انتم متعبلين من كل كبيره وصغيره؟ من كل كبيره وصغيره يعني من كوشه من ورود من اول بادي من كل شيء تبغاه موجود عندنا موجود. خدمات ابو علي اللي تقدمها غير الاكل والشرب والاشياء هاي اللي انا اشوفها؟ والله نحن نقدم الله يسلمك الكوشه وما كوشه والاشياء هذه كوشه نقدم الله يسلمك بالنسبة للأكل نعم. نقدم الطاولات الكراسي الكوشة نقدم الورود الورود والحلويات الحلويات الدلة القهويات القهويين عندنا في قسم خاص حق الجلسات الخارجية للرجال نعم عندنا كل شيء موجود نحن ما شاء الله كل العرس كامل يعني المعرس ما عليه الا طرق البشتوي اي نعم وام المعرس ابوي وام العروس يعزمون اللوادم وانتم تعبرون من كل شيء ونحن نتعامل حتى مع الدوائر الحكوميه ما شاء الله اي نعم مثل وزاره الداخليه مثل الجامعه ما شاء الله ما شاء الله كل الموجودين عندنا يعني انتم تقومون بالخدمات هذه الجماعية اللي سويتوها ابو علي قمنا بافراح جماعيه سويتوا شيء حق حلب الهمم اي نعم بس هذا اهم شيء قمنا كل افراح الجماعيه الخاصه بوزاره الداخليه لذو الهمم ما شاء الله يقوم فيها مركز عزام للضيافه تبارك الرحمن اسمعوا عرفوا والله اللي يختارون وعندنا انا لين الحين اشوف كل شيء تول لكن الحين انا زايق الحين من الاسعار هل لا ان لا لا الاسعار ان شاء الله نحن دائما في خدمه المواطن جزاكم الله خير نحن دائما في خدمه المواطن في هاي يعني ما شيء رص بالقوه في عندنا دعم نعم حتى لو ذا الهمم نعم في وزارة الداخلية نحن نقوم بهذا الشيء جزاكم الله كل خير جزاكم الله كل خير ونتعامل مع الجامعة ومع الجمارك ما شاء الله مع كل الجهات الرسمية يعني الرسمية. ما شاء الله ما شاء الله
تعال ابوي الله يخليك. الشوي تنور نوع واحد ولا عده انواع؟ في طال عمرك على حساب الزبون يطلب نوع الرز. في عندنا تقريبا انواع رز، عندنا نوع، عندنا رز بالزعفران اللي هو بالزريش، كمان رز بالشبت. على حسب الطلب. على حسب الطلب. لكن اللحم للشوي نوعي وحده. طبعا عندنا انواع كثيره، عندنا مشوي اللي هي على البخار، على الفحم، عندنا على الفرن. لا الشوي اقصد لك التنور. التنور نوع واحد. عنده نوع واحد. ايوه. بس اذا بدك تبيحها كطبخيه ثانيه في موجوده، في عندنا مشوي لان طال عمرك على البخار. نعم الشوي العادي. الشوي العادي، عندنا كمان على الفرن. عندنا كمان بطريقه. لكن ما اتوقع ان الشيء راح يكون اطيب من الشوي التنور. ما راح تلقى بتلف الامارات كلها ما راح تلقى. لاني انا طعمت اروح شيء مختلف. سبحانك يا رب. حتى الحوار نشوي. ما شاء الله بكبره ينحط حواركم؟ لا لا السنان بروحه وهذا بروحه. تسوون تنور حوار؟ نعم الحوار نسوي. وتسوون حزاز لو يبكي بكبره؟ لا السنان بروحه والباقي تقطيع. ما شاء الله ما شاء الله. نسوي تنور. ما شاء الله. انا ما سمعت ان حد يتنر حوار. نحن نسوي. ما اقول عنكم شيء. مروان هذا كم بالمية من اللي انتم تخدمونه؟ كم بالمية؟ هل انواع اللي حنا شفتها، هل اللي ما شيء كثرها، انتم كم بالمية اللي عندكم؟ هذا اللي موجود عندي انا كم هل يمثل؟ هلا الكمية والموجودة هلا بس تقريبا 10% من اللي انتم تسوونه اللي عندنا. يعني مقبلات بس عندنا تقريبا 35 نوع من المقبلات. انواع السخن عندنا فوق 55 انواع السخن، من الكونتيننتال فود، العربي، اللوكال فود، الاكل الشامي، الاكل الاسيوي كمان، وحتى الاكل الاسباني بعد. بالنسبه للحلويات، الحلويات كمان طلع منك عندنا الحلويات اللي هي الفرنسيه. نعم. مثل البرنسيب الفرنسي كمان، وعندنا الحلويات الاسبانيه واللوكال فود اللي هو الاكل الشعبي. ما شاء الله. عصيده تبعتنا بعزام، يعني اللي بيروح اللي بياخذها بيرجع ياخذها مرات يعني. شوف انت. بالاخص العصيده. فبفرجيك اياها هلا بعطيك الدور. ان شاء الله ان شاء الله. تميز عصيدك مروان. عصيده طال عمرك بتميز بجميع المحلات والكيترينات اللي بامارات. لان هاي مش عصيده عاديه. هاي مش عصيده عاديه، هاي طال عمرك عصيده بنسويها بالقرع، يعني بدون طحين. عصيده البوبر. عصيده البوبر بدون طحين بدون شيء، يعني كلها فريش، يعني بامكن قرع طازج مع طال عمرك مع شويه سكر، شويه قرفه، شويه حب الهيل. يا سلام. مع شويه طبعا اكيد مكسرات حلبيه. يا ربي او اللي بالطعم ما عادي ما ينكر حق. تفضل يا سيدي. ابوي اللي بيحضرن عرسنا حوسن ابوي على العصيد، تحملت تقول ما قلت لكم. الكل منك والجميع ترى دعوة ابوي للي بيحضر العرس لا تاكل ابوي الا من هالعصيدة، أكثر شيء تهوس على العصيدة، عصيدة تقوم بعصيدة البوبر مالت مركز عزام. بارك الله فيكم. الحركة والتشغيل، أخ علاء. تعال عرفني بالجماعة هذه كلهم، ضروري أعرفهم كلها، وهل أن هذا الطاقم العدد كل اللي موجود عندكم ولا كم عدد السيرفيس اللي موجودين؟ طبعا احنا مركز عزام للضيافه، خدمات الافراح والمناسبات من الالف للياء. ما شاء الله عليك. من ضمنها عندنا طاقم السيرفيس الخدمه اللي هو كم ادميون؟ احنا حاليا عندنا 25 موظف. جزء من الموظفين الموجودين عندنا اللي هم بيقدموا الخدمه. خدمه الافراح والمناسبات كامل. نعم. ترتيب الاكل، السيرفيس، التنظيف كامل. اثناء الحفل هم بيقوموا بالشغل كامل، شغل السيرفيس كامل. ما شاء الله. عندنا طاقم السيرفيس وعندنا هنا مشرف الخدمه. اي نعم. طبعا عندنا تقريبا 10 بنات ما شاء الله هذول الاساسيين، وعندنا 10 شباب ما شاء الله ما شاء الله بالخدمه بشكل كامل بارك اثناء العرس او الحفل. مشكورين. ثانك يو جيرلز، ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو فور ايفريبادي، ثانك يو فور كامينج ماي هاوس، ثانك يو. شكرا. بس نحن للتعريف نحن وقع اختيارنا على الطقم هذا ان شاء الله، هذا اللي بيكون سيرفيس يسرفس على زواج ابننا ان شاء الله، احمد بن خالد بن احمد بن عبد الله الخالدي. اخترنا هذا لكن بعدنا حينه نتفاوض على السعر ونشوف على طريقه شو اللي بيختارون، الاهل شو ما بيختارون، لكم شخص، يعني كل هذا يعتمد. لكن اعتمدنا نوع الطاوله هذا، نوع الطاوله هذه من
من بد الطاولات، لان شيء وحده لونها ذهبي وحده لونها فضي، وشيء اللون الممزوج ذهبي مع فضي مع مخلوط، ثلاث او اربع خيارات. نحن اللي اخترناه هذا اللي هو الجولدن، اللي هذا اللي تشوفونها مركز عزام للضيافه. شو قلت لي اسمك؟ صحون الدمعة، هاي باللون الذهبي. وصحون الدمعة، ثلاث صحون باللون الذهبي. هي وعندنا كمان نوع ثاني اللي هو الأكتاجون. وليش مسمين الدمعة يعني؟ حسب الديزاين الموجود عليه. وين الثاني أكتاجون؟ صحون الأكتاجون. شو نفس الشيء، ست كامل ثلاث صحون باللون الذهبي. شو اللي يفرق بين هذا وهذا؟ هذا الديزاين تاعها، هاي دمعة وهاي جاية أكتاجون. آه سداسي، مثل سداسي هاي. أيوة. هاي ذهبي، وفي منها اللون الفضي كمان، وفي الميكس فضي وذهبي. ونحن شو اللي بناخذ؟ الذهبي. انت حسب اختيارك اللي عجبك. الذهبي، احنا ما داني الا الذهب، وداني الشيء الفنان، اداني الشيء اللي صالج وشيء. في هاي الدمعه بعد. ها؟ دمعه الذهبي احسن، احلى شيء. يارك الله يا ابو علي، انت يا انت انت يا ابوك احسن شيء عليك، تسلم. تسلم الله يسلمك. جزاك الله خير يا ابو علي. ان شاء الله نتفاوض وياكم على السعر، وان شاء الله انكم ما بتكسرون. خاطرك الا طيب يا يعل عمرك طويل، يعل من يابك الجنه. الله يحفظك. ان شاء الله جاهزين لك احنا من الالف. قمون بالترتيب من الألف إلى الياء إن شاء الله، من كوشتنا لين علمنا لين ورودنا لين كل، نحن ما علينا إلا في المعرس يجيب بشتوي. أي عليك نحن علينا طال عمرك اللي هي طاولة الريح، طاولة العطر وطاولة الحلويات. عليكم العطر والحلويات والباقي كل عليكم، فبنتفاوض خلاف على السعر. نتفق ان شاء الله باقي على السعر ونوقع العقد ان شاء الله. ونتوكل على الله. انا ضروري اجيكم العين. اي نعم، عشان تزورنا في الشوروم. انا اريد اشوف الشوروم ماركم. عندنا ان شاء الله، عندنا نحن اكبر شوروم موجود في العين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله ييسر الامور ويحفظكم ان شاء الله. اتوقع الاسبوع الجاي ان شاء الله اني بزوركم. واللي بيزورنا من ناس يبون اعراس او شركات او دوائر حكومية، تبى أي شيء من مركز عزام للضيافة، مركز عزام في خدمة أي مواطن أو مواطنة أو مقيم أو من شيء أو دوائر حكومية أو شيء، نحن في خدمتهم. جزاكم الله خير إن شاء الله، ونقدم الأفضل إن شاء الله، والأسعار إن شاء الله لا يفكرون فيها إن شاء الله، لأن إن شاء نحن الله. في خدمتهم. جزاكم الله كل خير، جزاكم الله كل لحد الحد الحاضر على شوف العين ترتيبكم زين، وسوينا تيست فود ثمانكم تقريبا. الأغلبية طعمنا من أنا وفريجي، وكل زين وكل فنان، واللي مسكت الأولي والتالي شوي التنور، شوي التنور، تنوركم لا صار ولا استوى، رقم واحد. ما بياي دخان ريج وعطبه وشيء ما يتشاهد. شو اسمك قلت؟ على اغنيمات مدير الحركه والتشغيل. يارك الله يارك الله، ما شاء الله عليك، على الله يحفظك. يا عليكم الاخت هبه، مسؤوله شو قلتي لي؟ كفى 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 كفى، مسؤوله مال المبيعات. لا اعطيتيني كارت، لا اعطيتيني شيء، لا شيء. الحين مثلا اللي بيسال ولا يتخبر، كل واحد يمين لو يسار عاده. يا ويلك من الله. مركز عزام للضيافه، هذا احب اصور لكم الكارت مالهم، وبنحطه وانتم عاد على هواكم، اللي بيتخبر اللي بيسال. لكن انا عن نفسي وقع الاختيار، لكن باجي الاتفاق عن الاسعار. بعد بارك الله فيك، زين كل زين فوق عن زين. شو اسمك قلتي لي؟ كفى. وايد ضروري يا كفى تسووا لي خصم مميز او شيء فنان حقينا. اكيد اكيد. بارك الله فيك، شكرا شكرا. يا غادي مردفيسه مردفيسه مردفيسه. ها اسياي الكيترينج على ما تشوفون جايين باستعداد، يعني ما بيايين لمن يطريج اسطول كامل، باس مال خدامات ونرسات ونرساتهم شو يسمونهم. شو بقولكم امور
لقط ما تلقط، لقط ما تلقط. مشكورين يا ابو علي، مشكورين 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 على هالتعب اللي تعبناكم اياه. سامحونا سامحونا على هالتعب، نتعب لك الخير من يابك الجنه هناكم، وان شاء الله الله يقدم اللي فيها هدى وصلاح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. من شافك ما بيصفي من النوادر تلقط موتر في قسمين، هذا قسم للساخن وهذا القسم للشوف للبارد. عادة بدل ما تصير سيارتين تصير سيارة واحدة، قسم للساخن وقسم للبارد. يدخل نبو تريليات هل تشون عربانات، ها تصير الكاملات، اللي للحار صار للحار قسم الحار، وللبارد صار قسم البارد. هاي الاكل اللي تشوفونها هنا، هالعربانات يدخلن برسم الخدمة، اللي للبارد صار للبارد، واللي للحار صار للحار في نفس السيارة، عازل بينهن. متابعينك يا ابو محمد من اقدم عاصمة في التاريخ من دمشق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. لا والله صبحكم الله بالخير الحين. ولا تحرك تراني مكان اليوم، تحرني ظهرت ما فلحني الباب حتى شبر. أول بادي رقاد اليوم كان رقاد عاثر، راقد الضحى العالي ونشيت جريب العصر، صلاة الظهر مدنن مصلي العصر قبل ما يدن، مصلي الظهر قبل ما يدن العصر بخمس دقائق، قبول عند الله لا حول لا قوة. انزين العصر ما رمت أسوي رياضة، المشي مالي ولا الجري ما رمت لأني ما بشبعان رقاد وعيوني تحارك. انزين يوم تلبست عينت من الله خير، قلت بسير النادي ضوو هل بالعرس مال هل مال كيترينج مال الأكل مال ما تنظيم العرس لبيون. انزين أدسرنا وصورنا العيل واموره اموره وايده. يوم طلعت الوقت ولن الساعة وحدة إلا ثلث، لا والله وحدة وخمس، لأن دا قل لي الربع قام إنه أخذها من المشرف مجلس القبيسات. محمد أنت وين؟ قلت في البيت. قال الشباب كلهم تريونك. قلت فا يوم طلعت الساعة ولن وحدة وربع، يا رب البيت والحرم يا هي مصيبة أبوي، برأيكم اليوم هلكيت 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 السالفة، صابني القاصر. قال برأيك مرخوص، لكن ان شاء الله انت رياك باكر ما باليد حيله. انزين وخطف علي الوقت، لا انا اللي هني ولا انا اللي هناك. الحمد لله ما ظهرت من البيت، لكن اموري طيبه واشياء استوت زينه، وحلينا موضوع الكيترينج مال العرس، طلبنا وياهم وطلبنا منهم طلب عرض الاسعار، وحينا اخترنا شو اللي نبغاه شو ما نبغاه انا والاهل، وخلصنا على كل شيء يعني. انزين وقالوا بنطرش لكم الكوتيشن ان شاء الله في الاسبوع الجاي، وشو نمونات اللي تبون شو ما يعني كل شيء. هم هاي الشركه بتسوي كل كبيره وصغيره، بتفكنا من كل عباله، يعني ما بنسوي ادنى تدون كله عليهم الهم، بس بيزات قلناها بس فكيتونا من الصدعة والديانة. والحين الله يحفظكم قلت قبل ما يذن، باجي تقريبا 10 دقائق وما كملت برد أكملكم من عقب الصلاة، بنعد سالفة صغيرونة هالكبيرو مستوي في معيريض. معيريض في وين؟ في رأس الخيمة. بعد اللي ما يعرف أن معيريض ما في رأس الخيمة هذا ينبغى ينسحب عنه الجواز. اللي ما يعرف ان معيريض منطقة معيريض موجودة في رأس الخيمة هذا ابوي انا امر ان ابوي هذا ينسحب عن الجواز. اللي ما يعرف كل امارة شو اسم مناطقها ولا شو اسم قراها ولا شو منو شو من القبائل اللي ساكنة فيها ولا شو تشتهر فيه الامارة هذه، هذا ابوي ما بصاحي. لازم ان هذا يكون ما بصاحي، لازم كل مدينة ينعرف شو تشتهر فيه وكل إمارة شو فيها كم عدد سكانها. لازم يسوي جماعة ريفريشنج من يدي يطالعون كل آدمي شو معلوماته
يعني هدانا نرمس العنصرات وأكل وشرب بلادنا طويلة عريضة ما حد يدري الرمس هاي شو فيها معيري شو فيها الرمس تدرون أن الرمس على طال الرمس مساحتها 8 كيلومتر مساحتها 8 كيلومتر فيها 8 مقابر 8 مقابر 8 معاشر في 8 كيلومتر مربع تخيلوا أكثر مكان يتحروبات وغزوات واستعمار هي الرمس جد ياهم يتم ياهم أول بادي الطاعون وحصد الرمس عن بكرة أبيها وعقب تشافوا وتكاثروا واستووا مني ومناك عندك ودونك وتكودوا شيء كم من آدمي وياهم عقب أبوي الجدري وشيء حتى معشرة في الرمس مقبرة يسمونها مقبرة العزل عزل اللي هي مات ليدام اللي هي هذا الجدري خلى الطاعون قبل عقب ياهم عقب الطاعون بعد الجدري وطحنهم ما خلى فيهم نفاخ الضوء والبلاد 8 كيلو مربع 8 معاشر لا تصيروا بعيد شعبية الاتحاد القديم هاي اللي استوت يقول لك من عقب ما ابتدوا وزعوا الأراضي ولا لا لا لا, لا. وهم يسوون الأساسات ظهر أبوي كل أساس تحت 3-4 حياكل العظميات كل أساس من شعبية الاتحاد القديمة وغيروا عدب عقب المكان وبناهم في مكان ثاني تديروهم أبوي الاستعمار البريطاني عقب قبله الاستعمار البرتغالي شو أمورهم وايد استوت عليها الرمس من كثر البحر عندهم بحرهم من أغنى البحار في العالم بجودة الأسماك وبالأخص هذا الدوتش وما دوتش تحيدوا البرتغاليين غرامهم الدوتش وصفوا لهم دوتش الرمس وينينونهم سارة وبوي واستعمروهم والسب شو الدوتش دوتشك انت يا الرمس خلت أبوي المستعمر يغزي عن أبوي المستعمر متفيج لين هالكثر غازي لين الرمس ودر الدنيا كلها وغزى لين الرمس لين الدوتش هاي يسمون حمى هم والله لها مشكلة متفاجئين والله لها متفاجئين لما يأكلون سعروا جتلوا العرب على أساس يأكلون حمى ودوت هاي والله مصيبة أبوين حمى وضوعنا ما يخص أبوي في الرمس الرمس اللي يتمني والطريق نحن أبوي رمسكم اليوم عن معيريض عن الشو عن دينة معيريض دينة معيريض موجودة في إمارة رأس الخيمة الحبيبة معيريض الله يحفظكم مدينة في رأس الخيمة كان اسمها القبلي قبل ما تسمى معيريض الدربحانية قبل ما تتسمى معيريض كان اسمها الدربحانية شي ريال من هالمعيريض هو يا ولده كل يوم تحيدون الأول البيوت في معيريض وغير معيريض يعني معيريض ولا غير معيريض يعني البيوت عبارة عن ليحان وسميم ويريد ومربع وتشندل ودنشل وباستشير يعني حالة الواد مضنك فلذلك كان هاك الأيام الريال هذا وين ما يمشي يلقط أي لوث على السيف مربعة احطبة تشينكوة بليوتة أي شيء طية كمبار أي شيء لوث العرب الأول تفرح به اي شيء لايث محمل طبعان ولا شياته يلوث شيء من طرمبات قلانه بيبا اي شيء يلوث العرب الاول اللي في المنطقه الساحليه يفرحون العثره محمل طبعان لان كل بيلوث عندهم وبيستفيدون منه من الفقر عمره الرجال هذا مشجي ولده كل يوم يتلتل بهالولد يسحبه وين ما يصير وياه اي لوح شلوه طيه كمبار حبال نايلون اي شيء حتى لو بيدر طايح سيكل بيدر حليان اي شيء لوث طايح شلوه ودوه البيت ويجمع فتره في البيت بليوته حط لها مكان مربعه وسرها ويا مربعه ثانيه وقوى عمود البيت وعلى هالمنوال دبت الحياة والناس تطنز عليه يا فلان ف
فك عمرك من هالصدع والديانة، مشجع عمرك، مشجع وليدك، كل يوم كل يوم كل يوم على هالمنوال، الشهر 30 ليلة الناس ترقد وتهيع وتستريح وتقيل، وانت ما تقيل قادي صنباخ اسود الترتر بوليدك القوايل، هيلا هيلا بيس الا تلقط لوث وتلقط حنثويل، ما تخلي شيء من اللوث ما تيبه الا البيت، البيت بغدا شارات الصنية متلقط. هو ابدا بن عمك اصمخ يمشي ويلقط، وين ما لقط شيء طايح شله وحطه في البيت، لو حتى ما له محاي فيه. وكل يوم الولد يسأل الابو، يا ابوي حق شو ميمعين احنا الدنيا في البيت، شمال حمالنا حايفين؟ قال اليوم بنوصل البيت بخبرك. وعلى هالمنوال كل يوم يقول اليوم بنوصل البيت بخبرك. وكل يوم من يوصلون البيت عد الابو هالبيت هالقصيد على الولد. البيت القصيد يقول ليه ما بنى بيت التقى قبل الشقى ولا على الشطات ما هو حاله، ليه ما بنى بيت التقى قبل الشقى ولا على الشطات ما هو حاله. وكل يوم على هالمنوال من يردون البيت رد وعد له القصيدة، من يصير يا بحطب ولا يا بمربع ولا يا بتواير لوث ولا تيوبات ولا اللي هو، عد له البيت. وكل يوم على هالمنوال ولد صغير ولا عنده فطانة لين هكثر بمعنى الكلمات القصيدة، يا غير البيت هذا بيت القصيد هذا شطر من قصيد المايدي بن ظاهر، القصيدة هذه من شطر من قصيد المايدي بن ظاهر. هالعرب تعايره، كل هالعرب تعايره، انك انت ما بمخلي شيء في لوث الا تلقط وتيب، ليت هلا في حاية هاللوث، ليته الا في حايه هالشيء اللي يجيبه، ما في حايته ابدا. والعرب خلته شرات المعاير ازم، وهو سامت عليهم سمته، ليه ما بنى بيت الشقا قبل التقى ولا على الشطات ما وحال. وكلني عايره، حد يقول انت خبيله، وحد يقول انت ربيه قاصره، حد يقول انت ما بصاحي، حد يقول له الدنيا قيض وموت، وانت ابوك مغرب عمرك بهالقوايل قادي وريه سنقيس اسود، وانت ودناس وعرب قبايل كيف محترج ويمبك من كثر الترتير هالشموس، مشجي عمرك ومشجي ولدك. مثل ما قلنا كل من ياب مربعه وسرها ويا المربعه الثاني، وكل من ياب بليوته حطها معالي طمها فوق شيء من اليدرات ولا فوق سقف، ولا وسرها في ينبي دار، ولا حطها عدال يزية، ولا في طرف زوية، ولا اللي هو ما شيء تمطايح، أي شيء يجيبه يوسر به شيء في البيت يوثج البيت. أيام شتاء وهاك الوقت تضوي في الليل السرايات يسمونهن، نوع من أنواع الرياح القوية العاتية بالأخص متبلية معيريض، أتي بقعم وايدة بالأخص الكويت، لكن من عقب شدة السرايات اللي في الكويت أتي ثاني ثانية معيريض، تميس عليهم ميس اليهد في معيريض بالذات. يا مشتاء ضوت عليهم السرايات وتيهم المهاب القوية، ريح ييهم ريح صرصرا عاتية تضوي عليهم بأخص معيريض، ما أدري شو عليهم الطهو بالأخص معيريض، أتيهم رياح قوية تخلي الدنيا تريد رياض. وأصبحت أبوي في هاك الليلة يتمس الرايات والهويات والطفات، أصبحت أبوي المعيريض قاع عن صف صف، ما فيها مربعة واجفة، ما فيها نخلة مستجيمة إلا بيت هذا بيت الرجال، هذا هو اللي تم واجف صامد صمد قدام السرايات والرياح هاي والطهفات القوية، تم صامد مكانه. ليه العيال متروعين؟ أبوي قال شو أبوي ما أبوي خلاص تشلو على الله، كاني أنا جالس طول هالقيط ما خليت مربعه ولا خليت بليوته، ما خليت كمبار، ما شدت على البيوت وعلى الدنيا كلها، الحين بيسوي شيء ما يطيع زينكم. اصبحت ابوي البلاد كلها قاع عن صف صاف، بيتهم هو صافي صافي مره رقم واحد قادي متفازر في نص هايت الرقعه كلها، معيريض انعدمت عن بكره ابيها وهو عن بكره ابيها، وبيته هو تام واجف مكانه. اصبح الصبح ولنا قادي الدنيا عصف ماكول،
ما شيء إلا بيته هو جايم في معيريض. كل انت يا معجدة كيف انت بيتك هالنمونة ونحن بيوتنا كلها تدمت؟ قالهم ترى قلت لكم لما بنا بيت التقى قبل الشقى ولا على الشطات ما هو حاله. هاي الساعة افتهموا مغزى بيت القصيد هذا. طبعا القصة هذه ترى حقيقية في منطقة معيريض اللي هي أساسا اسمها الدربحانية. فالمفروض أن كل إنسان قبل ما يعزم على أي شيء يكون متيقن وعنده ثبات وعنده نية أنه باني لمستقبله، عنده نظرة مستقبلية، يعرف وين بيحط ريوله وين ريله مو طثرة. هبي هفتش مني والطريق لازم رب العالمين اعقلها وتوكل. لازم انك انت انسان توثج عمرك في كل صغيرة وكبيرة، في المأكل والمشرب، الصحة، مصروفك. هب اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ما يستوي. فلازم الانسان يوثج العمر لمستقبله، مستقبل اولاده، مستقبل اخوانه، بيته، علمه، خبره، في كل شيء. ولكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد في الدنيا العوده شيء نصيب. كانك انت بتخدم الخدمه الزينه بتحصل الاجر من الله، وكانك انت انسان بتبني لمستقبلك وبتذاكر بتنجح باكر ابوي بتحصل قدامك كل شيء. لكن بتقول بيعتمد على بغششوني وبعتمد هذا بيعطيني وهذا باكر ابوي كان بيعطونك العرب. لازم روحك ابوي توثج لعمرك. وعلى هالاساس قال بن ظاهر لما بنا بيت التقى قبل الشقى ولا على الشطات ما وحاله. تصبحون على خير. بس عليك.